أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن قرار المفوضية الأوروبية اعتبار تمويل الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن التمويل الأخضر بطريقة أو بأخرى. هذا التطور الكبير في تفكير الاتحاد الأوروبي مهم جدا بالنسبة للمستقبل. من أهم انعكاسات هذا القرار أن الطلب على الغاز سيكون أكبر بكثير مما هو متوقع، ولكن أيضا يوضح الضغط الأمريكي وكيف أن الأمريكيين أقنعوا الأوروبيين بضرورة الاعتماد على الغاز الأمريكي والغاز المسال الأمريكي، وبالتالي ضمنت أمريكا لنفسها سوق غاز في غرب أوروبا لعقود من الزمن، وهذا يعني أن ثورة الغاز الأمريكية أصبحت الآن عالمية وأثارها عالمية. نعم، تم استخدام الغاز كسلاح سواء من الروس أو الأمريكيين، ولكن قرار الاتحاد الأوروبي يرسخ قوة هذا السلاح. إذن النتيجة الأولى أن الطلب على الغاز سيزداد بشكل كبير وبشكل أكبر من المتوقع، وهذا يعني ارتفاع أسعاره، وارتفاع أسعاره في بعض الفصول مستقبلا مثل ما حصل في الفترات الماضية، خاصة الغاز المسال في الأسواق الحرة إلى مستويات عالية جدا قد تتجاوز 45 أو 50 دولار للوحدة. النتيجة الأخرى أن تبني الطاقة النووية يعني أن الطاقة النووية الآن للدول التي تريد بناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط، ما في ذلك السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، هذا يعني أن تكاليف هذه المشاريع ستزداد وقد تتضاعف، وبالتالي ستزداد تكلفتها. بعبارة أخرى، الخطأ كان أن هذه المفاعلات كان يجب أن تبنى عندما بني المفاعل النووي الأماراتي، ولكن هذه التكاليف ستزيد. دور روسيا في هذه المشاريع كبير، أكبر المشاريع في العالم الآن في الطاقة النووية حول العالم كلها مشاريع روسية، قد تساعد روسيا في تخفيض التكاليف نوعا ما، ولكنها أيضا لن ترضى بالتكاليف القديمة في ضوء التطورات الحديثة. بشكل عام، الدول الأخرى التي تقدم الخدمات التي تقدمها روسيا قليلة جدا، منها طبعا كوريا الجنوبية، ولكن بالنسبة للتعاون مع الولايات المتحدة كل حركة تتعلق بأي مفاعل نووي تتطلب موافقة الكونغرس، ونحن نعرف نظرة الكونغرس للشرق الأوسط والعرب عموما. إذن النتيجة الأولى أن الطلب على الغاز سيزيد، النتيجة الثانية أن أسعار الغاز ستزيد، دور الغاز في الطاقة سيزيد بشكل كبير، وتكلفة الطاقة النووية ستزيد بشكل كبير أيضا وقد تتضاعف. عندما نتكلم عن قرار الاتحاد الأوروبي عن تبني الغاز، هذا بكل بساطة يعني في المستقبل العودة إلى الغاز الروسي، لأنه ليس هناك غاز كافي لمقابلة الطلب القادم على الغاز. كل ما يحصل الآن هو تخفيف الطلب على الغاز الروسي وتنويع مصادر الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. السؤال الآن في ظل هذا التغير الجديد، هل تعود أوروبا إلى الحفر؟ هل تعود هولندا إلى حقولها التي أغلقتها؟ هل تعود بريطانيا وتتراجع عن قوانين منع الحفر في مناطق الغاز الصخري والتكسير المائي، أو ما يسمى أحيانا بالتكسير الهيدروليكي؟ أعتقد أن هذا سيحصل مع الزمن في بعض الدول، قد تعود بعض هذه الدول إلى عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز مرة أخرى. والسلام عليكم.